المشاهدين، أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. كارثة ومصيبة. القرآن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ والصور المكتوبة في اللوح المحفوظ، كل سورة بيقولوا المفسرين العنوان بتاعها اسمها علشان تبين السورة دي ايه. في كارثة، سورة جايبيها جبريل باسم واحد اسمه لقمان. مين لقمان ده؟ مش عارفين. هل ايه يا مفسرين، في ايه الحكاية؟ مين لقمان ده؟ فسروا لنا. نزلوا قعدوا قالوا لقمان ده راجل احتمال يكون غليظ الشفتين. انا مش عارفة يهمني ايه في واحد صورة تتسمى باسمه عشان غليظ الشفتين. اخي مالك اهلا بيك. بيك اخت فرحة. ايه حكاية لقمان ده اخي مالك؟ فعلا اسم لقمان اجى على سبيل المثال في سورة لقمان بالآية 12-13، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وبتقول آية 13 وإذ قال لقمان لابنه. المفسرين قالوا لنا في عنا الشخص اسمه لقمان، هذا كان معروف عنه الحكمة وكان يشكر الله. كان عندنا فضول نعرف مين هذا لقمان، يا ترى اسم لقمان معروف أيضا في الأدب اليهودي أو المسيحي، فعلى الأقل أن نشوفه في الأدب الإسلامي. رحنا على الأدب الإسلامي فتفاجأنا أن هو شخص يعني غريب الشكل. في الطبري بذكر على سبيل المثال أنه هو أسود من سودان مصر، أن الشخص من سمر مصر، يعني أني ربما من مصر، ولكن نعرف أن الشعب المصري ليس شعبا أسود، فربما يكون، ولكن ممكن يكون من السودان الذين يعيشون في مصر. البعض الآخر قال لا، هو مسترق حبشي، شخص رقيق من الحبشة، ولكن أين عاش هذا المسترق الحبشي؟ ماذا عمل؟ يعني ما هو دوره في يعني في تاريخ الدين أو الأديان أو في رسالة الله للعالم؟ رأي آخر بيقول لا، هو مسترق أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، يعني فقط شخص مسترق ولكن ما بنعرف من أين بلد إجا. ده اللي يهمهم أن يكون غليظ الشفتين، هذا صفته، ورجليه كبيرة، ولكن لا يعرفون ما يعني ما هي رسالته في الحياة، ما هي رسالته في الدين، ما هو هدف أن الله قد ذكره في القرآن كمثال عن الشخص الذي لديه الحكمة أو الشكر أو ما شابه. زاد أني طبعا أني نحن يعني في متاهة مطلقة عن شخصية لقمان. طب والحل إيه؟ في الحقيقة الحل أني فكرنا ممكن نستنتج نشوف أني هل اسم لقمان اسم معروف عند شعوب تانية أو أديان تانية. بحثنا كثير اكتشفنا أن الباحثين في الغرب على مدى 200 سنة كان عندهم آراء ضايعين فعلا من هو لقمان. البعض قال ربما يكون بروميثيوس هذا لقمان، هذا الأسطورة اللي جذب النار، الجلب النار. البعض قال لا، يمكن يكون لقيان هذا خطيب ساخر يوناني. ولكن في شك. البعض قال هل يا ترى مقصود فيها سليمان الحكيم؟ طب ما كان قال سليمان حكيسف يعني؟ وخصوص أنه هو قال سليمان في أماكن أخرى. البعض قال يكون طيب، يكون هو طبيب يعني في ثغرسي اسمه القوميان، ولكن لا. اخر حل يمكن يكون اقوى حل، يقول اني ربما هذا كان احقار الحكيم. مين احقار الحكيم؟ احقار الحكيم هذا كان شخص موجود ايام الملك سنحاريب في اشور، وكان هو يعمل لدى هالملك، ملك سنحاريب، ومالك لدى ابنه، وكان مشهور في الحكمه احقار الحكيم. وله كان مجموعه من الأدبيات بيقول فيها بأحد منهم من أحيقار على سبيل المثال، في كلمة حكمة أحيقار: يا ابني احني رأسك لأسفل ولين صوتك وكن متأدبا واسلك في سبيل الصلاح ولا تكن سفيها ولا ترفع صوتك إذ ضحكت أو تكلمت، لأنه لو كان بالصوت العالي يبنى بيت كان الحمار يبنى كان الحمار يبني كل يوم بيوتا كثيرة. هذا المقطع لو كان بالصوت العالي يبنى بيتا كان الحمار يبني كل يوم بيوتا كثيرة، موجودة في سورة لقمان أن أنكر أصوات لصوت الحمير عشان جايب حتة الحمار يعني الحمار. فربما كان القرآن يقصد فيه أحقار، ولكن وصلت هيك العبارة، في احتمال. لكن نرجع برضو، شكرا أخي مالك، نرجع برضو نقول مصيبة تيجي سورة من 7 سماوات وتيجي بشخص لا نعرف حاجة عنه غير ان رجليه كبيره وشفايفه غليظه،
انقدونا يا شيوخ. تسمحي لي بكلمة أخيرة؟ تفضل. أنت ذكرتيني بنقطة في أحد المرات في نقاشات الجانبية، أني عندنا اسم لقمان وشخص غير معروف، وموسى المذكور يعني أكثر شخص في القرآن، ما في عندنا صورة بصورة موسى. بالضبط كده، شكرا جزيلا على الجزئية دي. سلام المسيح معاكم، نشوفكم في فقرة جديدة من قرآنيات.